بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع نكمل مع بعض حلقات الكليمز، وكنا وقفنا الحلقة اللي فاتت على بند البرولونجيشن كليمز. الكليمز ليها علاقة بالاكستنشن اوف تايم وتمديد مدة المشروع والاسوشيتد كوست اللي معاها. وكنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت بشكل سريع على السايت اوفرهيدز او البريليمناريز او الاكستنشن بتاع البريليمناريز، واتكلمنا على الفاينانس تشارجز، تمديد الضمانات البنكية وما شابه والتكاليف المترتبة بالموضوع. النهاردة هنتكلم على حاجة تالتة من الحاجات اللي ممكن المقاول يطالب بيها في الاكستنشن اوف تايم والاسوشيتد كوست مع الاكستنشن اوف تايم، وهي الهيد اوفيس اوفر هيد. الهيد اوفيس اوفر هيد المدخل بتاعها بيختلف من مطالبة للتانية. في ناس بتطالب بالتكاليف الهيد اوفيس كتكاليف اضافيه المقاول بتكبدها نتيجه تمديد مده المشروع، وبالتالي هو بيطالب بالكوست. وفي ناس بتطالب بما يطلق عليه لوس اوف تريد او لوس اوف اوبورتيونيتي، انه نتيجه المشروع بتاعك اللي انا شغال فيه مالك انا ما قدرتش اخد مشاريع تانية، وبالتالي انا ما قدرتش احصل فرصه او مشروع اقدر اخد منه مكسب، فانت حرمتني من التجاره او حرمتني من المكسب في المشاريع الاخرى. فدول مدخلين منفصلين، وكل واحد منهم بيبقى ليه متطلبات اثبات مختلفه. يعني هنتطرق للموضوع لما نيجي نفهم الاول ايه هو الهيد اوفيس اوفر هيد. الهيد اوفيس اوفر هيد هو بشكل عام التكاليف اللي بيتكبدها المقاول في المكتب الرئيسي، وبتكونش متحملة على مشروع بشكل مباشر. يعني قلنا في تكاليف بتبقى متحملة على مشروع بشكل مباشر، زي تكاليف الستاف مثلا، المدير المشروع، المشرف في المشروع، كرفانات المشروع، دي كلها تكاليف سايت اوفرهيد، تكاليف ليها علاقة بالسايت ومتحملة على المشروع ككل. لكن في تكاليف ليها علاقة بالشركة الهيد اوفيس بتبقى متحملة على كل مشاريع. زي على سبيل المثال لو اتكلمنا على إيجار مكتب رئيسي، الشركة بيبقى ليها مكتب رئيسي، بتدفع إيجار للمكتب الرئيسي ده، بتدفع مصاريف للمكتب الرئيسي ده، المصاريف دي بتبقى متحملة على المشاريع كلها. طيب هل بتبقى متحملة على المشاريع كلها مقارنة بحجم المشروع، ولا مقارنة بأهمية المشروع، ولا مقارنة بإيه؟ دي كل شركة بتقدر ترتب الموضوع بالطريقة اللي بتناسبها. كل شركة لما بتيجي تعمل الميزانية الحسابية بتوزع التكاليف دي بالطريقة اللي تناسبها. في شركات بتقول لا أنا عندي مصاريف تشغيل المكتب الرئيسي وعائد للشركة، كل سنة بيبقى في عائد للشركة دي، فبالتالي كل مشروع هياخد نسبة من التكاليف دي. فلو مثلا قلنا أنه أنا المصاريف التشغيل بتاعت المكتب الرئيسي 10% من العائد، فكل المشاريع اللي أنا بسعرها بضيف عليها 10% علشان تغطي لي التكاليف المكتب الرئيسي. وفي شركات تانية لا، بتفصل كل مشروع الهيد اوفيس اوفر هيد المتعلق بالمشروع ده، فكل شركة بتعمل الحسابات بتاعتها بالطريقة اللي هي شايفها مناسبة. فزي ما قلنا بشكل عام الهيد اوفيس اوفر هيد هي تكاليف المكتب الرئيسي اللي بيتم تحملها على كل المشاريع اللي بتشتغل في الشركة دي. وزي ما شايفين الأمثلة اللي قدامنا على السكرين، إنه بنتكلم على السالاريز بتاعت الإكزيكتيف ستافز، السي أو بتاع الشركة، الهيد أوف أكاونتس بتاع الشركة، وهكذا. الستاف اللي لهم علاقة بالشركة مش متحملين على مشروع بعينه، زي الليجال أند أكاونتنج إكسبنسز، زي إيجار المكتب الرئيسي، زي الإعلانات، زي الانشورنس بتاعت المكتب الرئيسي، زي تليفونات كهرباء وماء المكتب الرئيسي وما شابه. كل المصاريف اللي ليها علاقه بالمكتب الرئيسي ومتحمله على كل مشاريع الشركه. طيب انا لما يحصل تمديد للمشروع بتاعي، انا المشروع بتاعي كنت حاطط له مده سنتين، وانت يا مالك لما اخرت لي المشروع بقى فيه سنتين ونص، فالنص سنه الاضافيه دي المكتب الرئيسي فضل يتحمل تكاليف على المشروع ده، فانا بقدر اطالب بالتكاليف دي، تكاليف المكتب الرئيسي. ونيجي هنا بقى للتفريق بين المدخلين اللي مختلفين. المدخل الاولاني انه انا كان عندي مثلا في المكتب الرئيسي محاسب، المحاسب ده يقدر يشتغل على 5 مشاريع، الكباستي بتاعته انه يقدر يعمل الحسابات بتاعت 5 مشاريع بس، لو جبت له 6 مشاريع 6 مشروع سادس مش هيقدر يعمله. فلو انا شغال في 5 مشاريع ومحمل الشركة بتاعتي انه هتشتغل 5 مشاريع لمدة سنتين، وانت جيت مديت مدة المشروع نص سنة اضافية، فالمحاسب بتاعي شغال على مشروعك وانا مش قادر اخد مشروع تاني، كل ما بيجي لي مشروع تاني بعتذر عن تسعيره، لان انا التيم بتاعي بتاع المكتب الرئيسي مش هيقدر يشتغل على اكتر من 5 مشاريع، فانت حرمتني من ان انا اخد مشاريع تانيه.
وحرمتني من اللي انا اقدر اجيب مكسب لمشاريع تانية. وبالتالي هنا بيدخل الارجيو بتاعت اللوس اوف تريد او اللوس اوف بروفيت او اللوس اوف اوبورتيونيتي، المسميات المختلفة للهيد اوفيس اوفر هيد. فالمدخل ده بيبقى مطلوب من المقاول انه يثبت انه فعلا اعتذر عن مشاريع في فترة التمديد، انه فعلا ما قدرش يحمل مصاريف المكتب الرئيسي على مشروع تاني. فبيبقى مطلوب منه انه يجيب رسائل انه طلب منه يسعر مشروعه في فترة التمديد وما قدرش يسعره وهكذا، ما اللي يقدر يعمله المقاول عشان يثبت انه اتحرم من انه ياخد مشاريع تانية او حصل له فعلا loss of trade. فده مدخل. وفي مدخل تاني وارجيو مختلفة انه لا، انا مش بطالب بالloss of trade، انا بطالب بالactual expenses بتاعة الهيد اوفيس على فترة التمديد دي. انا في ال6 شهور الاضافيه اللي انا فضلت معاك فيهم، انا المكتب الرئيسي كان بيشتغل على المشروع ده في ال6 شهور دول، فالمحاسب بتاعي صرف 10 ساعات على المشروع بتاعك في فتره التمديد. فدي بيبقى مطلوب مني ان انا اثبت تحميل المكتب الرئيسي على المشروع ده، ازاي المشروع بتاعك الكوست بتاع المكتب الرئيسي متحمل عليه. فبتجيب مصاريف الشركه الهيد اوفيس اكسبنسز وبتثبت ان الهيد اوفيس اكسبنسز دي متحمله على ال10 مشاريع اللي شغاله، كل مشروع واخد مبلغ كذا او نسبه كذا من التحميل بتاع المشروع. طيب ازاي انا مقاول اطالب بالهيد اوفيس اوفر هيد؟ في اكتر من فورمولا واكتر من جايد لموضوع حساب الهيد اوفيس اوفر هيد. اذا عملت اي سيرش على الانترنت هتلاقي اكتر من ارتكلز، اهمهم تو فورمولاز مشهورين بيشتغلوا في اكتر مشروع مشاريع. في فورمولا اسمها هاتسون فورمولا، وفي فورمولا اسمها امدن فورمولا. وببساطه شديده هاتسون فورمولا وامدن فورمولا شبيهين الى بعض لحد كبير. هاتسون فورمولا بتقول انه في نسبه انت لما جيت سعرت المشروع حطيتها للمكتب الرئيسي وليكن 5% هيد اوفيس اوفر هيد، فانت كل مشروعك متحمل 5% من مصاريف المكتب الرئيسي. فبتيجي تاخد 5% من قيمه المشروع وتقسمها على مدة التنفيذ، فبتجيب لك مصاريف المكتب الرئيسي في اليوم وتضرب الرقم ده في مدة التمديد. فدي ببساطة هي هاتسون فورميلا. وهاتسون فورميلا بتعتمد على النسبة اللي انت استخدمتها في التسعير. فلو انت هتشتغل في هاتسون فورميلا لازم تجيب سواء في التندر بتاعك انت كتبت الكلام ده بوضوح ان الهيد اوفيس بتاعي 5%، او ما يثبت الاستيميت بتاعك في مرحلة التندر ان انت حملت 5% في مرحلة الاستيميت. دي هاتسون فورميلا. امدن فورمولا بتختلف شويه. امدن فورمولا بتقولك لا، انا هاخد الاكتوال هيد اوفيس اوفر هيد في فتره المشروع. فلو انت مشروعك شغال في 3 سنين 2015 2016 2017 من ميزانيه الشركه الحسابيه، جيب لنا في نهايه كل سنه البرسنتج بتاعت الهيد اوفيس قد ايه. فممكن تكون البرسنتج بتاع الهيد اوفيس اكسبنسز في سنه 2015 2%، في 2016 3%، في 2017 2%. تاخد الافريج بتاع 3 سنين وتقول انه ده الاكتوال هيد اوفيس اوفر هيد اللي متحمل على المشروع. وبنفس طريقه الحساب بعد ما تجيب النسبه تضربها في قيمه المشروع وتقسمها على مده المشروع وتضربها في فتره التمديد. دول طريقتين الحساب بتوع الهيد اوفيس اوفر هيد. وطبعا في اكتر من فورمولا تانية، ايكيلي فورمولا وموديفايد ايكيلي فورمولا وما شابه. في اكتر من فورمولا، كل فورمولا ليها طريقه لحساب الهيد اوفيس اوفر هيد. يعني اعتقد كده بشكل عام اديناكم فكره عن الهيد اوفيس اوفر هيد اللي بتقدر تطالب بيها في فتره التمديد. ولو عايز تعمل سيرش على الموضوع اكتر هتلاقي في ارتكلز كتيره بتتكلم على الموضوع. الهيد اوفيس اوفر هيد من الكليمز اللي صعب اثباتها الا لو المقاول عنده ريكوردز دقيقه. السايت اوفر هيد سهله، تقدر تجيب ببساطه الاوفر هيدز اللي متحمله على المشروع، السايت اوفر هيدز والبريليمينريز. لكن الهيد اوفيس اوفر هيد زي ما حكينا انت ليك مدخل من اتنين، يا اما اللوس اوف تريد فبتبقى مطالب انك تجيب ما يثبت انك انت طلب منك تسعر مشاريع تانية وما قدرتش، يا اما تحميل ال اما كوست بقى مش لوس اوف تريد، لا انا بطالب باكتوال كوست. يبقى لازم تثبت نسبه تحميل مشروعك ده من مصاريف الشركه. فبيبقى حساباتها شويه صعب اثباتها، ولكنها من الكليمز طبعا المتعارف عليها واللي بتدخل في الكليمز بتاعت المشاريع الانشائيه. طيب هنقف في الحلقه دي لغايه الهيد اوفيس اوفر هيد، ونرجع في الحلقه اللي بعد كده نكمل كلام على البريلينريز والكوست بتاع البريلينريز.